صفينا التونة من الزيت منيح منيح، وحطينا عليها عصير ليمون، وبعدين حضرنا الخلطة اللي هي عبارة حطينا عن الكرفس والبصل الأخضر، وحطينا مخلل مفروم، بعدين عملنا خلطة مايونيز مع شوية لبن وعصير ليمون، ما حطينا عصير ليمون معها، حطينا شوية لبن مايونيز وحطينا ملح وحطينا معها شوي من مية المخلل وحركناهم منيح، حطينا مسترد ديجون أو مسترد عادي، منحركهم منيح، بعدين منضيفهم للخضرة اللي قطعناها اللي هي الكرفس زي ما حكينا والبصل الأخضر والمخلل المفروم، بعدين أضفنا لهم التونة وحركناهم كتير منيح مع بعض. على خبزة التوست بنفرد الخلطة، بنضيف لها الخس، بنضيف لها البندورة، وبس بنطبق السندويشة وبتكون جاهزة. هلأ بس كمان بدي أقول إنه كمان زي ما حكينا بنقدر نضيف لها الشبت مع الصلصة، أو ممكن كمان نضيف لها إشي بحرق اللي بيحب الشطة أو إشي زي هيك. اوكي، لنعمل سندوتشات التونه اللذيذه احنا بدنا 8 حبات خبز توست، علبتين تونه، بصل اخضر مفروم، عود كرفس مفروم، مخلل خيار مفروم، وربع كوب لبن، نص كوب مايونيز، معلقه صغيره ديجون ماسترد، ومعلقه صغيره عصير ليمون، معلقه صغيره ماء المخلل، وبدنا بندوره مقطعه شرحات اختياري وخس. هلا في عندي البصل الاخضر مفروم، اوكي رح احطه، رح نضيف كمان بالصحن الكرفس المفروم. يعني هذا اختياري بس هو جزء اساسي من السندويشه الاصليه. اوكي، رح نضيف كمان مخلل عادي، مخلل الخيار مفروم. اوكي، رح اضيف. هذا انت مقشرتي وفارمتي؟ لا لا لا، هو هيك والله هيك. والله هو هيك، هذا النوع هيك. رح نضيف لهم خليهم على جنب روان، بدي احط الصوص بصحن ثاني. بدك الصوص لحاله تعمليه؟ تمام، بدي اعمل الصوص احسن بصحن ثاني. هاد يمين يمين هون. هيك بقول ابو حمزه. تمام يا ابو حمزه. ها هلا رح نضيف المايونيز، طبعا يا بنضيف بنزيد نسبه المايونيز عن اللبن او اللبن على المايونيز. روان ايش بدك؟ لا صراحه اعمليها خفيفه شوي. خفيفه؟ ما توقعت. لا كيفني معي صحيه. والله اعجبك. والله صحيه، صدمتيني في اليوم شغلتين صدمتيني يعني. كيفني معك وانا عم بصدمك من الصبح. هلا اضفنا المايونيز، اضفنا اللبن، رح اضيف المسترد، اذا ما فيش عندنا ديجون عادي بنستعمل مسترد عادي. رح نضيف رشه الملح. تمام، وفي عندي مية المخلل، يعني حوالي معلقة من مية المخلل اللي عندنا. مية التخلية يعني. مية المخلل، وبدنا نحرك هدول المكونات مع بعض. ما تخافي روان. أوكي حبيبتي. هلأ رح أضيف الخلطة اللي عملناها للأشياء المفرومة اللي حطيناها عندنا اللي هي الكرفس والبصل الأخضر والمخلل. أوكي. وهي عملنا الصلصة معاها. تمام. خلطة اللبن والمايونيز والمسترد، حطينا شوية ملح. أوكي. هلأ بدنا نخلطهم هدول منيح منيح مع بعض. شايفة بدناش إياها كتير تكون فيها سوائل. فعلا يعني بينما ما في سوائل هنا. لأنه رح يجينا سوائل هلأ. كمان البصل رح ينزل شوية مية. المخلل اللي حطيناه فيه مية. لما نضيف كمان التونة هلأ. التونة قد ما صفيناها ممكن تضلها حامل شوية زيت أو مي معها. صح. أوكي هلأ. هلأ إيش نعمل؟ هلأ في عندي التونة صفيناها من الزيت اللي فيها منيح أو المي اللي فيها، رح أضيف لها عصرة ليمون. شوي نحركها مع التونة. هدول تقريبا كم علبة تونة احنا؟ هدول علبتين. هلأ احنا تقريبا عاملين 4 سندويشات تونة على الخبز التوست. علبتين تونة كبار. علبتين تونة كبار صفيناهم من الزيت منيح، وهلأ بس عم حطينا عليهم عصير ليمون، وعم هيك منفتح الحبات يعني نقيم اللحم عن بعضه من تاع التونة يعني هيك شوية نهرسها، بعدين بدنا نضيفها للمكونات اللي عملناهم قبل شوي. اوكي، وبدنا نحركهم مع بعض منيح منيح. هلأ روان بدنا نحط الحشوة بكمية يعني وفيرة. يعني نقوي قلبنا. نقوي قلبنا. أوكي.
ندهنها على الخبزة هيك شوي، منلزقها على الطبقة الأولى. هلأ في كمان ناس بحبوا يعملوها بطريقة أتسم لسه من هيك. كيف؟ اللي هي بدهنوا الخبزة شوية زبدة. وبعدين بضيفوا المكونات. هلأ عادة هو يعني شوية سندويشات التوست إجمالا يعني دائما بدهنوهم زبدة طبعًا. يعني لو كانت جبنة، لو كانت أي شيء بتندهن زبدة. أوكي. أوكي، رح أضيف شرحات البندورة. كمان البندورة اختيارية، إذا حدا ما حبيش البندورة ما يضيفش البندورة. نضغط عليها شوي وبس. هاي هي عنا هلأ السندويشة هيك بتكون جاهزة.